بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة عن زراعة السمسم في المنازل. أول حاجة طبعا بيكون عندي السيس، ويفضل يكون السيس كبير لأن السمسم نبات بيحب السيس الكبير. بعد كده بنجيب السيس اللي نزرع فيه وبنهدر السمسم، ده شكل بذور السمسم طبعا معروفة. خطوات زراعة السمسم سهلة جدا، احنا قلنا أول حاجة بنجيب السيس اللي نزرع فيه، ويفضل السيس كبير أو ممكن أجيب السيس وبعد كده أعمل عملية تفريط في السيس تاني. بعد ما بنجيب البذرة نبدأ نوزع أو نعمل عملية توزيع بالشكل ده كده. واضح كده مع حضراتكم، نقرب الكاميرا شوية كده، واضح. بعد كده بغطي على البذرة بالطمي، تقريبا سنت طمي كده على البذرة. تمام كده، بعد كده عملت الري، ويفضل اول ريه لازم يكون ريه غمر او ريه مشبعه، بحيث ان احنا بعد كده مش هنروي الا ما النبات يبدا ينبت معانا. تمام كده عملت الري، نتقابل بعد عمليه التنبيت. اهلا بكم مره تانية. بعد عملت الانبات بتقريبا 5 ايام بدات الانبات بنجاح معانا زي ما انتم شايفين كده. طبعا طلعناه في البلكونه عشان السمسم اصلا بيحب الشمس او نبات مشمس ما ينفعش يكون في الظل، فعشان كده طلعناه في البلكونه. دي بقى نرويه اول ريه بعد الانبات. اللي ما يعرفش نبات السمسم يا جماعه، نبات السمسم شكله جميل جدا، له ازهار بيضه جميله جدا وينفع نبات زينه، وتعالوا بينا نشوفه مع بعض. ده شكل نبات السمسم وهو كبير، دي الزهرة بتاعته، زهرة بيضاء في منتهى الجمال. دي زهور السمسم، وديت الثمرة اللي بيبقى فيها السمسم أو جواها السمسم. الثمر ده، الثمرة هي، والثمرة هي برضه، الثمر اللي جواها السمسم، بس طبعا لسه ما نضجتش. فحضراتكم شايفين ده كده، كل الزهور دي بتبقى بعد كده قرون سمسم او ثمر سمسم اللي بيبقى جواه السمسم. نبات رائع، نبات قلنا كنبات زينة عندنا في البلكونات او الاسطح، زهرته جميلة جدا. شفنا السمسم هو كبير، وشفنا الزهرة بتاعته الجميلة. نبدأ نروي بقى اول ريه بعد الانبات. طبعا يا جماعه بالنسبه للاساس ده كده ما ينفعش يشيل كل الكميه ديت، بعد ما يبقى النبات تقريبا كده ارتفاع من 7 ل 10 سم نبدا نعمل له عمليه تفريد في اسيس تاني، نقول مثلا كل نبات او اتنين في اسيس بالحجم اللي موجود معانا ده كده. تمام كده. طيب احنا لو ترويناه اول ريه بعد الانبات، الريه التانيه ان شاء الله هتكون امتى؟ هتكون بعد تقريبا اسبوع. تمام كده، المريه اللي جايه ان شاء الله الريه الثانيه هتكون تقريبا كده بعد اسبوع، اللي بعديها ان شاء الله بعد 10 ايام، بعد كل ريه من ريه 10 ايام. فالسمسم بيقعد تقريبا لحد ما يبدا يمل البذره او القرون اللي فيها البذره تقريبا كده من 70 يوم ل 90 يوم في الاسريس بتاعي.
اهلا بيكم مره تانية. كده السمسم بدا نموه كويس، كده جاهز نعمل له عمليه تفريد. وزي ما قلنا ان السمسم ما بيحبش السوس الصغير، بيحب السوس الكبير عشان ياخد راحته ويبدا يديني القرون ويديني الثمره ويديني الذره اللي قلنا عليها. فصوص زي دي كده نحط فيه نبات واحد. نبدا بقى عمليه التفريد. الاول بنروي السوس بتاعي. بعد كده بناخد نبات نحاول نقلعه بجذوره كويس بالطريقة دي كده، ونبدأ نحط في الأسيس، في نص الأسيس، ونحط النبات بتاعي. بالطريقة دي كده، وزي ما قلنا كل أسيس زي كده نحط فيه نبات واحد بس. نبات سهل جدا في الزراعة، زي ما قلنا بيتزرع من البذرة، زي ما جبنا البذرة وزرعناها كده، نمو سريع. يبدأ بقى يديني الزهرة البيضاء الجميلة اللي شفناها مع بعض، وبعد كده يبدأ يديني القرون اللي فيها السمسم. شكرا لحسن المشاهدة، كما شرفنا الاشتراك في القناة، نتابع مع بعض وصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم.